الثالثة بعد الظهر ترى طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد، مؤكدا ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم حشدا من أصحاب المصانع والمسؤولين والناشطين الاقتصاديين، من أهم فوائد هذا اللقاء أن يسمع المسؤولين مشاكل وعقبات الإنتاج مباشرة من لسان الناشطين الاقتصاديين. وتابع سماحته قائلا: لا أوثق على انفراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني أتفق مع توجيهاتهم وإشرافهم ومساعدتهم، وينبغي القيام بذلك. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بإلغاء الحظر والتحقق منها ومنحها ضمانة أساسية للاتفاق المقبل، معتبرا أن الولايات المتحدة اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى. وأشار رئيسي في اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس إلى عزيمة طهران الجادة للتوصل إلى اتفاق مستدام، كما أن الجهود التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق لابد أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات بهذا الشأن. المفاوضون في فيينا، الجولة الثانية باجتماعات ثنائية ضمت كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري والمنسق الأوروبي أنريكي مارا، ثم انضم إلى الاجتماع كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث، وعقب ذلك اجتماع باقري مع المندوبين الروسي والصيني. وقالت المصادر إن المحادثات جرت في جو مهني وجاد وبعيد عن التوتر، وتمكنت الأطراف من تقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا. قال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية